ازيكم يا شباب؟ معاكم اياد من قناة ايدو تي في. النهارده اوريكم افضل واحسن فيديو للاعب برشلونة ليونيل ميسي بتعليق فهد العتيبي. يا رب الفيديو يعجبكم، يلا بينا كده نشوفه. اعطيني المهارة، اعطيني ميسي واعطيك صدارة، اعطيني ميسي واعطيك انتصار، اعطيني ميسي ربما بعد ذلك واعطيك ليغا. مبهر مثير هذا القصير، لا يوجد مثله الكثير، اعتذر لكم لا يوجد مثله اخر. معلم يا ليو، معلم، معلم في الكرات الثابتة، ومعلم في التمريرات الحاسمة، ومعلم في الأهداف الخارقة، ومعلم في الوصول إلى الشباك. شوف الله يا ليو، يا جمالك يا ميسي، يا روعة أقدامك يا ليو. يستحق أن نقول أنه من ذهب بأتم معنى الكلمة. ميسي من ذهب، إن فاز بالكرة الذهبية وإن لم يحصل عليها فإنه يبقى نجم من ذهب. الله على ليو. يبتسم، يبتسمون، يسجل، يفرحون، يضرب، ينتصرون، يسجل ويقتربون. ميسي لديكم، لا خوف عليكم. ميسي أمام كرة ثابتة، ليو يلعب كرة ثابتة، ميسي يلعبها. مرتدة سريعة لبرسا، محاصر من خمسة لاعبين، ميسي من بينهم، يمر ميسي يلعب كورة. الله، تعال لا تمرر، ميسي اليوم يستجيب لميسي.